الجيش اللي جابوا هاد النبي نصر الدين، انا كنت من المؤيدين ديالو في بدايه الموسم، وكنقول الراجل ثقيل في الميزان. نبي نصر الدين خرج بواحد التصريحات اللي كنظن كانت سبب في تشتيت الدين ديال اللاعبين ديال الفريق العسكري وخلاتهم يمشوا مع التحكيم. الجيش الملكي تظلم في التحكيم، لا نقاش ولا جدال. الجيش الملكي عانى الامرين، ما عمرك تشوفه كيبكي لا على برمجه لا على تحكيم لا على حوايج. الجيش الملكي ما يدخلكش في ضيبان حوايج المؤسسه ديالو الاستقلاليه طابع الاستثنائي، ولكن نصر الدين جرو الداء والاعداء مستهدفون، المظلوميه كيبكي كررها قبل الماتش ديال اكادير وفي اكادير وفي تطوان، واحد الماتش ديال الزمامل والماتش الاخر ديال الفتح. لا، الجيش الملكي معروف بواحد الاصول ديالو اللي معروفه، يناقش الامور والمشاكل ديالو بطريقته الخاصه جدا، ولكن نصر الدين خدم الجماهير ديال الفريق الجيش الملكي. احترامي كبير لهذا الشخص. اليوم كنسمع غادي لاورلاندو بيرات او الكايزر تشيفز، فين البروجي نصر الدين اللي جيتي في الاول وكتقول غير رجع الجيش الملكي للواجهه الافريقيه، علما بان الخروج ديالهم من الشامبيونز ليغ كان خروج مهين امام فريق نجم الساحل التونسي المواطن ديالو، اسوء نسخه ديال نجم الساحل اللي طوال الساحل نخسر معاه هنا في بهذيك الطريقه في مراكش، وبديك الطريقه باش لعبنا في سوسه، ما يمكنش. بالتالي عام واحد المباراه ديال الدومي فينال ديال كاس العرش باش ينقذ الموسم ديالو، نصر الدين هو جا لقى كل شيء. افضل تركيبه حاليا كاينه في البطوله الاحترافيه، 3-3 في الحاجه في البوست عند نصر الدين، علاش ما نجحش؟ هذا اشكال.